كابتن عصام، رسالتي الاخيره ليك. العالم اصبح قريه صغيره. احنا في سنه 2022 مفيش حاجه اسمها روح البروتوكول. لو كنت حضرتك طلعت وقلت ان الهدف صحيح وان الحكم اخطا، ها، وعدت هذه المباراه، كان ممكن النادي الاهلي لا قدر الله، على فكره كان ممكن النادي الاهلي يتغلب لا قدر الله. ولكن اللي احنا بنشوفه ده منتهى التعنت، وحضرتك بتدافع عن شيء غير صحيح وعن قاعدة غير صحيحة. أنا الحقيقة تأكدت من هذا الموضوع مرة واثنين وثلاثة واربعة عشان أطلع أقول لحضراتكم هذا الكلام على الهواء مباشرة. كابتن عصام، مش عارف أقول لحضرتك إيه، ولكن منتهى الاحترام لحضرتك ومنتهى التقدير، من فضل حضرتك لو عندك إجابة على أو نفي كابتن مجدي رزق، لو عندك إجابة أو نفي عن هذا الأمر، فضل حضراتكم ابعتوا لنا حتى على تليفوناتنا، لو معاكم تليفوناتنا قولوا لنا يا جماعه الموضوع واحد اتنين تلاته. وصدقني لو مش عايز تعمل مداخله يعني، صدقني هقول الكلام اللي حضرتك بعته بالنص، والرد هيبقى برضو على الهواء على طول، هحطه لجمهور النادي الاهلي على الهواء مباشره.